الزميلة العزيزة ومراسلتنا من فلسطين رواء أبو معمر، ستكون معكم في تقرير سريع من فلسطين حول احتفالات العيد. كونوا مع رواء الآن. الأعياد طابع خاص ولعيد الفطر السعيد في فلسطين، مميزاته وطقوسه التي يختلف بها عن كل دول العالم، وذلك لمكانة فلسطين الدينية ولكونها تقبع تحت احتلال إسرائيلي غاشم. حلو كثير، يعني الناس مبسوطة وفرحانة، إن شاء الله تضل هيك على طول. كثير حلوة أجواء العيد، إن شاء الله تنعاد على العالم كلها سنة حلوة وتنعاد عليهم كلياتهم. ويشكل العيد فسحة يمارس فيها الكبار والصغار هواياتهم ويلعبوا ويمرحوا رغم الحصار في غزة والمواجهات المستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة المحتلة. ربي ينعاد عليهم بالصحة والسلامة، ويا ربي يفك أثر السجن كلياتهم، وبقول كل سنة هم سلمي. الأجواء بشكل عام ممتازة الحمد لله، في يعني حركة في الأسواق، وفي كمان يعني الناس نوعا ما مبسوط. ويبقى لمثل هذه المناسبات في فلسطين روح تؤكد المعاني الرائعة للعيد السعيد وتجسدها لتغسل النفوس لاستقبال مرحلة جديدة يتمنى الفلسطينيون فيها زوال الاحتلال وتحرير أراضيهم المحتلة والقدس الشريف. طالعين هيك امس مع صحباتي بالبلد عشان اجواء العيد وتكمل فرحتنا، وبحب هيك اتأنق واواعي العيد والعيدية، بحب هيك امسك العيدية هيك تكون كثيرة. عام فلسطين بخير وكل العالم بخير والسلام اول اشي. وكل عام وانتم بخير. لإذاعة صوت العرب، رواء ابو معمر، فلسطين المحتلة. تقرير متميز كالعادة لمراسلتنا من فلسطين رواء أبو معمر، كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. لفيت كل المدن والهند والصين، وخليت راسي فوق وما نزلت عيني، ومهما عليا قست ايامك يا الدهر، يكفيني كل الفخر اني فلسطيني. هو علمج وذنبك ونطيح فلسطيني، ما نطيح قبل ما يهزك ريح. ومن الحدود للحدود كل شبر فيكي ليعود،